في ناس كثيرة جدا أصبحت عندها الوعي بخطورة الإدمان الإلكتروني وسمي بالإدمان الإلكتروني من قبل حتى متخصصين وخبراء وأطباء، لأنه بالفعل الدخول قوي إلى عالم الإلكترونيكس طول الوقت يبقى همك على فيسبوك، همك على تويتر، همك على إنستغرام، همك على الإنترنت، على الشات، كل ده نوع من أنواع الإدمان. والحقيقة إنه إدمان مش سهل، يعني مش بسهولة قوي تقدر باك اوف كده انك ترجع منه، لانه محتاج وقت ومحتاج شغل. في مبادرة لمكافحة الادمان الالكتروني والمخدرات الرقمية، وانا الحقيقة كان المصطلح ده بالنسبة لي غريب شوية، المخدرات الرقمية خصوصا عند الاطفال، لانه كمان احدث الدراسات في العالم بتؤكد انه من ضمن الاسباب لتزايد مرض التوحد لدى الاطفال هو الادمان الالكتروني. فالطفل بيبقى طول الوقت الفوكس بتاعه على الديفايس اللي معاه، ايا كان لابتوب، ايباد، موبايل، ايا كان. فكره الالعاب والجيمز، السوشيال ميديا، كمان الشباب، حتى في شباب يعني يقول لك انا بدور على شغل بس مش لاقي وبتاع، هو في الحقيقه في اغلب الوقت مش فاضي ولا مركز انه يدور على شغل، هو حالته كلها وحياته ودماغه كلها جوه عالم سوشيال ميديا. ده بيعمل ادمان؟ اه طبعا ده بيعمل ادمان، وده مش كلام مرسل، ده كلام من خبراء ومتخصصين واطباء ودراسات وابحاث عالميه كمان. في مبادره الحقيقه لمكافحه الادمان الالكتروني والمخدرات الرقميه، تعالوا نشوف مع بعض تفاصيل هذه المبادره في تقرير لزميلتنا مارينا امير. بالنسبة للإدمان الإلكتروني بيكون عبارة عن أرقام، إحنا بنبقى مدمنين لأرقام، متعودين إن إحنا الصبح نشوف تليفوناتنا، نشوف حاجتنا، نبقى متعودين إن إحنا نراجع الأرقام بتاعتنا كلها، فهو نوع من أنواع التخدير، ولكن لا يتعاطى بالفم زي المخدرات التانية أو بالحقن، بيتعاطى بالذهن وبيتعاطى بالتركيز وبيتعاطى بالعينين، فهو بيبقى شيء مخدر برضه بطريق غير مباشر. مين هم الأشخاص اللي هم المعرضين للإدمان الإلكتروني؟ فوجدنا والله بعض الحالات، أولا طبعا حالات الاكتئاب، حالات الوحدة، وخصوصا مع ربات البيوت اللي هم مثلا أزواجهم بيبقوا مسافرين أو فترة كبيرة برا البيت. وجدنا طبعا إن ده يعني من خلال مسح شريحة كبيرة اكتشفنا إن ده بمثابة شبه متنفس لقطاع كتير من الشباب. المدمن الالكتروني دايما بتلاقيه مشغول دايما بالموبايل، دايما مشغول بالاخبار، دايما بيبقى عنده توتر، بيبقى عنده قلق، عنده هاجس ان هو دايما بيتابع التليفون، اول ما بيسمع اي رنه مثلا النوتيفيكيشن مثلا عنده في الموبايل بتلاقيه بيبص على الموبايل، مش متابع اللي قاعدين حواليه اكتر من ان هو يكون متابع للموبايل اللي في ايده. دايما بنلاقيه مصاب بتوتر، بقلق، منعزل تماما عن التواصل الاجتماعي، عن الأسرة، مش مهتم اللي بيحصل في البيت، مش مهتم لإخواته، لأقاربه، لأهله. السوشيال ميديا زي ما ليها إيجابيات ليها سلبيات، لكن إيجابياتها أنا من وجهة نظري أكبر لو تم استخدامها في المجال الصحيح. ربنا دايما بيخلق الطريقين، الطريق الصح والطريق الغلط، وعلينا أن احنا نختار. الكحوليات ممكن نستخدمها في الطب، ممكن نستخدمها في أمور أخرى، وبالتالي السوشيال ميديا زي ما ليها سلبيات كتيرة قوي، لو استخدمناها صح هي ليها ايجابيات كتير. الغرب بيستخدمها صح، الغرب ما بيضيعش وقته في وسائل التواصل الاجتماعي، الغرب بيتواصل في الرسائل العلميه، بينشر العلم، الناس بتتجاوب مع بعضها في الامور دي. عندنا هنا للاسف الشديد بداوا يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لغزو المجتمع العربي بشكل عام. سبب الحملة دي السلبيات بتاعت السوشيال ميديا. لقيت الأطفال مرض التوحد بقى كتير جدا، نسمع عنه بكثرة، إن في كتير قوي من الأمهات بعد ما بتيجي ترجع من شغلها أو جاية عندها صداع، تعبانة، أي حاجة، بتدي للطفل التاب بتاعه أو الموبايل، حط عليه جيمز أو أيا كان، متوصل برضه بالإنترنت وبيقعد يلعب. هو بيلجأ للتاب بتاعه أو الموبايل لعدة أسباب. هو لقى نفسه جوه الجهاز ده، لقى اللعب ولقى أصحاب ولقى كل حاجة. ليه؟ أما بيتعامل خارجي مع مامته أو بابا أو الأسرة، طبعا أكيد بيعمل غلط،
واكيد بيتعاقب، واكيد ماما بتزعق له وبابا بيزعق له واخته ممكن تشخط فيه. فلا، بعد عن كل ده في ايه؟ بالجهاز ده الاسره اصبحت بتتفكك برضه بسبب السوشيال ميديا. كله هيقول انت هجمه كده ليه، عامله هجوم ليه كده على السوشيال ميديا؟ ما فيها برضه حاجات كويسه. انا انا مش مختلفه مع اي حد ان في حاجات كويسه، ومش بحارب السوشيال ميديا والله جدا، مش بحاربها، انا بس بحارب العادات السيئه. يعني سبب المبادره او الحمله لمكافحه الادمان الالكتروني ان انا عايزه الناس تبتدي تاخد السوشيال ميديا صح.